في مثل هذا اليوم رحلت قامة فنية وظاهرة لن تتكرر، سيدة الغناء وكوكب الشرق وهرم مصر الفني، أم كلثوم. ولدت أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي بقرية طماي الزهيرة بمحافظة الدقهلية، وبرزت موهبتها منذ الصغر، وبدأت تكتسب شهرة واسعة بقريتها وبمدينة السنبلاوين والقرى المجاورة، حتى وصلت إلى القاهرة، وبدأت انطلاقتها الكبرى عام 1922. غنت أم كلثوم على خشبة مسرح رمسيس وحديقة الأزبكية، وصدرت لها أول أسطوانة بعنوان وحقك أنت المنى والطلب، وحققت نجاحاً كبيراً. وبمرور الأيام أصبحت هي المطربة المفضلة في بيوت الأثرياء والفقراء. بزغ نجمها في الوسط الفني، وأطلقت عليها العديد من الألقاب، منها سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، الست، وشمس الأصيل. تعد أم كلثوم من أبرز مغنيي القرن العشرين، وقفت على أكبر مسارح العالم، وكانت هي أول من قامت بالغناء في الإذاعة المصرية بعد إنشائها، وقدمت للسينما 6 أفلام هامة هي وداد، نشيد الأمل، دنانير، سلامة، عايدة، وفاطمة. كانت أم كلثوم إلى جانب جمال الصوت والحضور الكبير تمتلك الذكاء الذي يؤهلها للعبور إلى قلوب الناس، ونجحت في استثمار هذه الموهبة في اختيار كلمات وألحان رائعة. صنعت أم كلثوم مجداً كبيراً، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين خلال مسيرتها الفنية، مثل أحمد رامي، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، زكريا أحمد، رياض الأصبجي، مأمون الشناوي، والهادي آدم، وقدمت معهم أعمالاً أشبه بالجواهر الخالدة، منها أنت عمري، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، وأنساك. كان لكوكب الشرق دور وطني هام، وأحيت العديد من الحفلات خارج مصر من أجل جمع الأموال للمجهود الحربي. حصلت سيدة الغناء العربي على العديد من الأوسمة والنياشين خلال مسيرتها الغنائية، وتم جمعها في متحف يحمل اسمها في منطقة مانيا للروضة، ومن هذه الأوسمة قلادة النيل من الرئيس جمال عبد الناصر، وأوسمة الأرز الوطني من لبنان من الطبقة الأولى، والاستحقاق السوري، والكفاءة الفكرية من المغرب، والامتياز الباكستاني، ونوط الجمهورية التونسية، وقلادة الاستحقاق من مصر، وتم تكريمها من قبل عدد من رؤساء الدول.